ما بقيتش اصور فيديوز زي الاول، ما بقيتش اعمل حاجات وانزلها، ما بقيتش ما بيني وما بين نفسي ما بقيتش احس ان انا مفيدة. بما اني اخصائية علاج نفسي، فانا بعمل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب فيديوز ليها علاقة بالعلاج النفسي والصحة النفسية، ولكن للأسف مع فترة الحمل وبدايتها والتغيرات النفسية والفسيولوجية أو حتى كمان المزاجية، ابتديت الإنتاجية عندي تقل مرة عن مرة، وابتديت ان انا ما اعملش اي انتاجية خالص. ما بقيتش اصور فيديوز زي الاول، ما بقيتش اعمل حاجات وانزلها، ما بقيتش ما بيني وما بين نفسي ما بقيتش احس ان انا مفيدة او ان انا بعمل حاجة ليها اثر كويس للناس وليا يعني. ولكن يعني مرة عن مرة انا ما ابتديت ان انا ما احبش الوضع ده، وان انا استسلم ليه، وان انا استسلم لعدم الانتاجية الرهيبة دي، وقلت لنفسي يلا بينا نعمل حاجة اسمها تحدي ل30 يوم. ايه هو تحدي ال30 يوم ده؟ هو عبارة عن كل يوم ان انا انزل وان شوت فيديو، فيديو بدون اي مونتاج، انا باخده تيك واحدة على طول. كل يوم كنت بختار توبيك معين او موضوع معين ليه علاقة بقى بالمجال العلاج النفسي، او اني مثلا اختار مرض من الامراض النفسية ونتكلم عليه مع الناس، وان انا اشاركهم بيه واعرفه لهم بطريقة سلسة وسهلة بحيث ان هم يفهموها، وفي نفس الوقت يكون سهلة عليهم. يعني لو حد عايز يدور على حاجة معينة يدخل ويدور عليها ويلاقيها. والموضوع ده استمر لمدة 30 يوم. كل يوم كنت بصور الفيديو وكنت بعدله او بعمله color correction او بعمل اي حاجة فيه، وكنت بنزله بنفسي، وكنت بقوم بكل العملية الانتاجية كلها لوحدي. وده كان في حد ذاته بالنسبة لي يعني انتاجية جميلة يعني، او حلوة، ان انا اللي بعمل ده كله بنفسي، وان انا اللي بنزله، وان انا اللي بعمل كل حاجة. دي كانت حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. وكمان كانت حاجة حلوة قوي لما كنت بلاقي دعم الناس، ان هم استفادوا من الفيديو، وانه الفيديو قد ايه مفيد ليهم، وان هم كان حد مثلا بيدور على المعلومة دي وان انا افدته. دي كانت حاجة بالنسبة لي يعني بتحسسني ان انا مفيدة، او ليا يعني اثر كويس في الناس اللي حواليا. دي حاجة بتفيدني قبل ما بتفيدهم يعني، دي حاجة بتحسسني ان انا موجودة وليا قيمة يعني في وسط الناس، يمكن اكتر كمان ما بفيد الناس. يمكن التحدي ده ساعدني كتير قوي 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 ان انا اتخطى يعني حاجات كتيره جدا انا كنت بمر بيها، سواء تقلبات مزاجيه او حتى لما كنت ببقى تعبانه من الحمل. كانت ناس كتيره قوي تقعد تقول لي مش لازم اساسا تعملي حاجه في الفتره دي، انت كل اللي عليك ان انت تستريحي او انك انت تهتمي بنفسك وبالبيبي، ويا ريت بس تروحي للدكتوره وخلاص. بس انا ما بيني وما بين نفسي كنت حابه اعمل حاجه يعني يونيك كده في الفتره دي، ان انا اعمل حاجه واسيب فيها اثر كويس، اني ما استسلمش للفتره دي، ان انا ما اخليهاش فتره تعدي وخلاص تبقى سنه او 9 شهور هعدوا من عمري وخلاص. لا، انا كان نفسي ان انا اسيب اثر كويس، وان انا اعمل حاجه كويسه في الفتره دي، والحمد لله عملتها. مبسوطه بصراحه بتحدي ال 30 يوم اللي عملته ده، وببقى مبسوطه قوي لما بفتح اليوتيوب كده واشوف ان انا حلقات ورا بعضها عملتها، وقد ايه الناس مبسوطة، وقد ايه الناس فعلا استفادت. انا دي حاجة بتهون عليا تعب كتير. انا تعبت في الحاجات دي في الفترة دي، ما كانش الموضوع سهل عليا ان انا كل يوم اصور، ولكن لما التحدي خلص، ولكن لما كل حاجة انتهت، وبشوف دلوقتي اثر ده بيهون عليا تعب كتير بصراحة، وانا مبسوطة جدا جدا ان قمت بالخطوة دي.